نمشيو لبعيد نفكروا باش نلعبوا الادوار الاولانيه ابارتير دو لا نكونوا جاهزين باش نلعبوا مع الناس الكل اذا باش تلعب مع منافس في الربع النهائي اذا تخاف منه باش تطلع في النصف النهائي تخاف في النهائي بالنسبه لنا احنا جاهزين للفرق الكل نأمنوا بروحنا كل اللاعبين اللي كانوا يلزمكم يكخوا اللي كانوا رانا عندنا اون ايكيب فورت عندنا اون ايكيب سوليد عندنا دي جوار دو كاليتي خاطر قاعدين يخدموا مليح قاعدين يضحيوا قدام الصعوبات هذيا دونك طونك فما لا فولونتي وفما لونفي باش نمشيو لبعيد باش نقاتلوا ربع نهائي الي روتور ساعة ونص ما فماش حتى فريق عنده أسبقية الجاهزية فك النهار هذاك لابليكاسيون لا ريغور نقول ليكول دو لا ريغور فوز امان او سومي قد ما تكون فما ريغور تكون فما ديسيبلين تكون فما برشا اونفي تنجم نجمو نمشيو لبعيد كوتش المباراة فما لاعبين جدد انا شفت الخمسة مقابلات الأخيرة قاعدين فما أكثر من 20 لاعب يشاركوا وكان الهدف نتاعنا كإطار فني باش نعطيو الإمكانية للاعبين الكل الرجاء ماهوش 10 ولا 12 لاعب الرجاء 20 لاعب وأكثر مجموعة فما الناس كل تلعب للفريق الناس كل تعمل في المجهودات نتاعها ومتعاونة سور تيران اللي يلعب قاعد يقوم باللازم وهذا يخلق منافسة منافسة شريفة ما بيناتهم وتطور اللعب وتكون إضافة للفريق ديربي